الاختبارات السنة دي إن شاء الله بتتم بكل حرص، وأنا بقول بكل حرص، يبقى فيه التزام بكل التعليمات والضوابط المشار إليها، حتى نضمن حسن أن يؤدي الطالب جميع الاختبارات سواء كانت البدنية أو المهارية في ظل الاختبارات الموضوعة، إن الطالب بإذن الله تعالى يعني يؤديها بشكل جيد وعلى أكمل وجه إن شاء الله. إزاي بتتم عملية التقييم من خلال الدكتور؟ عملية التقييم بتتم من لجان اختبارات. أنا عندي أكثر من لجنة في الاختبارات، عندي اختبار القوام، عندي اختبار طول الوزن، عندي اختبار القوة، عندي اختبار التحمل، عندي اختبار الرشاقة، في اختبارات كثيرة، عندي اختبارات مهارية اللي هو القدم والطائرة وكرة السلة، وعندي اختبارات شخصية اللي هي بندي للطالب إن هو يتحدث بطريقة مقبولة حتى لا يكون أو لا نضمن ان في طالب يدخل عندنا وهو في عنده بعض القصور، لان كليه التربيه الرياضيه مهمتها التي على اكمل وجه ان يكون الطالب فيها سلامه البدن وسلامه المظهر وسلامه النطق والحديث السليم ان شاء الله. المستشفى بتشتكي انه النهارده انتوا اخذتوا عدد كبير وبعدم التزام بالحروف الابجديه، وده هيعوق اداء المستشفى. في التزام بالحروف الابجديه، الحروف الأبجدية وفقا للاختبارات المهرية والبدنية، أما الحروف الطالب بيستلم بيسحب الملف بتاعه، وهناك احنا عندنا التنسيق عندي هنا بيكون وفقا للاختبارات بالذات المهرية والبدنية في اليوم المحدد ده وفقا للحروف، أما السحب الأوراق ده يسحب الطالب في أي وقت، النهاردة أو بكرة أو بعد بكرة، يوميا السحب شغال. طيب الاختبارات المهارية مفعلة ولا لا؟ ازاي؟ يعني بتتم عملية اختبارات كرة القدم وكرة السلة بفعل ولا هي بإذن الله تيجي يوم الاختبارات بعد بكرة يوم الأربعاء، وهتشوف بنفسك الاختبارات دي ازاي مفعلة، ومفعلة بشكل جاد وقوي جدا كمان وسليم. في أي مشاكل واجهتكم النهاردة؟ حاليا الحمد لله رب العالمين مفيش أي مشاكل إن شاء الله. شكرا لك. لكن انا اقدر اقول لك ان الكليه على اتم الاستعداد، وبالفعل تمت كل الاستعدادات الطيبه لاستقبال الطلاب والحرص على ان يكون الطالب يؤدي كل تحركاته بسهوله ويسر. والنهارده الحمد لله رب العالمين يعني زارنا استاذ الدكتور حفني نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، وتفقد اماكن العمل كلها، وكان مطمئن بشكل كبير جدا للاجراءات المنظمه بالكليه يعني.